عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد. تعالوا بقى نتكلم في الفقرة دي عن واحدة من الرياضات الجميلة جدا واللي كان مهضوم حقها الفترة مش قليلة الحقيقة. نتكلم شوية عن رياضة الهوكي، لكن في الفترة الأخيرة الحقيقة يعني بقى فيه اهتمام ملحوظ، وبقى فيه نوادي كتير يعني بتهتم بهذه الرياضة وبتعمل لها فرق، وكمان بقى عندنا بطولات محلية للهوكي زي كأس مصر والسوبر والدوري. تعالوا نتكلم أكتر عن هذه الرياضة مع اتنين من نجمات هذه الرياضة، اتنين من لاعبات منتخب مصر ونادي الشمس. بنرحب بمنة الله مجدي كابتن منتخب مصر للهوكي سيدات، وكمان كابتن فريق نادي الشمس، وكمان منورانا مريم كرامه حارس مرمى منتخب مصر للهوكي سيدات وحارس فريق الشمس. يا صباح الفل عليكم واهلا بيكم. وايه الحاجات الحلوه دي؟ مش داخلين علينا بايديكم فاضيه يعني. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام الحمد لله. طيب ابتدي معاك انت يا منى، وتعالي نعرف يعني منك بدايه كده، بدايه يعني اشتراكك في فريق الهوكي وبدايه ممارستك لهذه الرياضه، وخصوصا ان هي مش من رياضات الدرجه قوي للبنوتات يعني، ولا انتوا شايفين ايه؟ بالظبط. انا ابتديت وانا عندي 9 سنين. أوكي. تمام. انا بقالي دلوقتي 21 سنه بلعب هوكي. أوكي. تمام. من 2009 بلعب في المنتخب من وانا عندي 15 سنه. ما شاء الله. تمام. وابتديتي بالهوكي على طول؟ لا، لعبت العاب تانية بس ما حبيتهاش يعني، دخلت العاب. وايه اللي حبيتيه في الهوكي اكتر وقررتي تكملي فيه؟ مش عارفه، بس انا دخلت وانا في سن صغير. انا كنت رايحه بتفرج على حد قريب يعني، والكابتن شافني وقال لي تعالي جربي، فجربت حبيتها وحبيت ان هي اكتر لعبه جماعيه يعني. انا دخلت العاب فرديه كتير ما حبيتهاش. تخيلتي في يوم من الايام ان انت هيجي عليك اليوم اللي تبقي فيه كابتن منتخب مصر؟ لا طبعا، كنت بتمنى. انا اصلا 2009 انا كنت اصغر بنت في المنتخب. أوكي. فجي عليا بقى ان انا بقيت كابتن فريق، دي كانت حاجه كبيره جدا بالنسبه لي طبعا يعني. أكيد. حاجه انا يعني مبسوطه بيها جدا، ما كنتش متوقعه ان انا ممكن اوصل حاجه كده في حياتي يعني. جميل. طب وانت يا مريم بدايتك مع الهوكي جت ازاي؟ انا برضو بدات وانا عندي 9 سنين، بس انا كنت بلعب رياضه تانية. كنت بلعب العاب قوه، كنت بلعب وثب عالي. أوكي. وكنت باخد فيها بطولات، وكنت على طول مركز اول وكده ما شاء الله. بس كانت جارتي كانت معايا برضو في الالعاب القوه لعبه هوكي، فقالت لي ما تيجي جربي. جربت، وهو الهوكي اول ما حد بيبتدي فيه بيدخل في الدم على طول. قطعه شوط حلو وعامله بطولات. كنت بروح بطولات خلاص وبطلع مركز اول في وثب عالي. يعني الطبيعي وقتها ان انت تكملي في الرياضه؟ اكمل في الرياضه اللي انا عارفاها وان انا مكمله فيها وباخد اوريدي فيها بطولات. دخلت الهوكي خلاص، حتى ان انا بطلت العاب قوه، هو دوت اللي انا هركز فيه، هو ده بقى هدفي. ليه؟ ايه اكتر حاجه شدتك؟ الهوكي عموما اي حد بيبتدي فيه ده بيبقى في الدم بيمشي. حب يعني، حتى ناس كبيره لسه. انت يعني جبت لنا وانت بتتكلم. ايوه صحيح. حتى ناس كبيره. بتتكلم على خطيبها مش هتتكلم بالمشاعر. ايوه على فكره، احنا عامه احنا لاغيين حياتنا يعني، حاجات كتير قوي لاغيينها في حياتنا بسبب الهوكي يعني. انا مثلا بروح شغلي وبعد كده بروح امرن، انا مدربه. أوكي. بروح امرن وبروح اتمرن. في نادي الشمس ولا في كارتين؟ في نادي الشمس. احنا الاثنين. احنا الاثنين مدربين. أوكي. بخلص شغلي اطلع التمرين امرن، وبعد ما اخلص تمرين اتمرن. شغلي ده بقى اللي هو ايه؟ بتعملي ايه تاني؟ انا بشتغل في مركز تجميل. اوكي. طب وعندك الوقت لده وده؟ بخلص شغلي بعد كده بروح امرن، بعد كده اتمرن، برجع البيت بقى خلاص حياتي خلصت يعني. يعني انا طول الاسبوع كده، طول الاسبوع بمرن وبتمرن. فبالنسبه لي حياتي اصلا واقفه. ايوه حياتي واقفه على الهوكي بس. طب وانت يا مريم بتعملي حاجه تانية غير الهوكي؟ انا بشتغل في البنك العربي الافريقي. اوكي. وبرده خلصت شغل وبعد كده على طول بمرن. بعد كده انا بتمرن. دي حياتنا. احنا ده كل يوم يعني، هي خلاص هو اللي احنا بقينا شايفينه هو دوت يومنا واحنا مكملين. طب كده يعني بعيدا عن بتمرن دي بتبقى ظروفها ايه؟ كام ساعه في اليوم؟ مواعيدكم ايه؟ لا بنتمرن ملناش وقت معين يعني، في حدود ساعتين او 3 ساعات. تمام. طبعا احنا عشان بنحب اللعبه جدا فمستعدين نتمرن طول اليوم عادي. مش فارق معانا. واضح. فمش فارق معانا. ونوع التمارين نفسها عباره عن ايه؟ احنا طبعا بنتمرن فتنس، وهو بيبقى اكتر حاجه الرياضه دي عموما بيكون فتنس جامد جدا، لان احنا سواء احنا بنلعب 11، لان احنا في بطولات عموما يا اما بنلعب 11 زي كره القدم يا اما بنلعب خماسي. وعلى ملعب نفس المساحه ملعب كبير؟ لا اصغر شويه. أوكي. بس ملعب بس كبير. ملعب كبير بالظبط. او بنلعب خماسي. الخماسي دي هي لسه اصلا اتعملت بس بطوله افريقيه واحده. أوكي. وشاركنا فيها، كانت بتتلعب هنا في مصر. لكن الاصل هو الملعب الاكبر. 11 بالظبط. الخماسي لسه جديد، واحنا بطوله افريقيا اتلعبت هنا في مصر كان في شهر 12 اللي فات. دي كانت لسه اول بطوله افريقيه خماسي يعني هنا. اوكي. وعملتوا فيها ايه؟ احنا اشتركنا فيها، لعبنا فيها ماتشات كويسه جدا. أوكي.
وطبعا فرق بتاع أفريقية هم بيشاركوا دايما لأن هم عندهم هوكي الصالات، احنا دي لسه ما دخلش يعني مصر ان احنا نلعب بطولات هوكي صالات، فهم عندهم خبراتهم اكتر مننا في هوكي الصالات. بيبقى عادة بتلعب اللي هو الصالات الجليدية زي الباركيه اللي هو زي الهاند والباسكت وكده. لا الصالات بيتلعب باركيه، اللي احنا بنلعبه ده اسمه هوكي فايت فيلد هوكي، بيبقى على نجيل صناعي.